وجعلوا عزة أهلها أدلة. فالله تعالى قبل ما يكمل بقية كلامها وإني مرسلة إليهم بهدية قال كلامها صحيح وكذلك يفعلون. ثم أرادت تتأكد، طيب هل هذا الآن يريد يقاتلني، يريد الأموال اللي عندي، أم أنه رجل صاحب منهج ودين يريد أن يدعوني إلى دينه؟ قالت وإني مرسلة إليهم بهدية فناظرة بما يرجع المرسلون. أحضرت مجموعة هدايا وأعطتها جنود عندها، قالت اذهبوا أعطوها سليمان هذه هدية، إذا قبلها وفرح وبدأ يفتح الهدايا عرفنا الرجل صاحب مال وهدايا، نعطيه جزية نعطيه أي شيء ونبقى نعبد الشمس. فلما جاء سليمان قال أتمدونني بمال فما آتاني الله خير مما آتاكم بل أنتم بهديتكم تفرحون. ارجع إليهم، يقول للرسول اللي جاء بالهدايا ارجع انت هديتك لقومك، روح ما اريدها، ارجع اليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون. نأتينهم بجنود لا قبل لهم بها، قيل يعني ارسل جيشا طويلا عظيما يصل اوله الى اليمن وآخره لا يزال عندي ماسك سرة يمشي من عظم الجيش. المرأة جاءها الكلام هذا قالت لا لا خلاص، أرسلت إلى سليمان قالت أنا جاية أتفاهم معك. فلما علم أنها قادمة أراد يريها آية ليبين لها عظمة ملكه اللي أعطاها رب العالمين وأن هذا الملك بفضل الله ما هو بقوتي. قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين. مسلمين يعني مستسلمين لي، ليس شرط أنهم مؤمنون، يأتوني مسلمين. بدأ اللي عنده كيف نجيب العرش كيف نجيب العرش. قال عفريت من الجن، عفريت عظيم، أنا آتيك به قبل أن تقوم من مقامك وإني عليه لقوي أمين. يعني أنت تجلس عادة من بعد طلوع الشمس إلى المغرب تحكم بين الناس، العرش يكون عندك قبل لا يأتي المغرب، قبل لا ينتهي دوامك العرش عندك. قال سليمان لا هذا كثير، انتظر 5 ساعات كثير. قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. قيل يرتد إليك طرفك يعني قبل ما تطرف بعينك، وقيل أنك الآن وأنت جالس تنظر إلى شخص بعيد أقصى مسافة ممكن يراها بصرك مثلا 2 كيلو أو 3 كيلو، هال3 كيلو يحتاج الشخص حتى يقطعها إليك 10 دقائق، أنا آتيك به خلال هال10 دقائق. انظر إلى فلان اللي بعيد قبل ما يصلك ترى العرش عندك من اليمن، أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك. فلما رآه مستقرا عنده ماذا قال؟ قال هذا من فضل ربي. شوف الشكر كيف يزيدك في النعمة، كل ما رأى نعمة قال من فضل ربي من فضل ربي. قال هذا من فضل ربي ليبلوني عشان يختبرني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر اللي ما يشكر فإن ربي غني كريم. ثم طبعا الذي عنده علم من الكتاب قيل إنه رجل صالح كان عند سليمان وكان يعرف اسم الله الأعظم، فقام وصلى 2 ركعتين ودعا الله به. واسم الله الأعظم اختلف أهل العلم فيه، والذي يظهر أن اسم الله تعالى الأعظم هو الحي القيوم، وقد رجح هذا شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم وجمع من أهل العلم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الصحيح اسم الله الأعظم في 3 سور من كتاب الله، في البقرة وآل عمران وطه. ففي البقرة الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي آل عمران ألف لام ميم الله لا إله إلا هو الحي القيوم، وفي طه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما. إن ربي غني كريم. قال نكروا لها عرشها، غيروا العرش شوي
نرى هل هي امرأة ذكية وتهتدي ولا لا. نكروا لها عرشها، غيروا الأحمر ضعوه أصفر، والأصفر خلوه أزرق، والأسود خلوه أبيض، غيروا العرش. نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون. فلما جاءت سليمان لما غير في العرش أمر الجن والصناع اللي عنده فصنعوا له صفائح زجاج، ثم أمرهم فصنعوا له أعمدة زجاج، وجاء ونصب الأعمدة ووضع فوقها صفائح الزجاج وأجرى من تحتها الماء وحط العرش فوقها، فكان الذي يرى العرش يظن العرش يسبح فوق الماء لأن أعمدة زجاج وصفائح زجاج. فلما جاءت قيل أهكذا عرشك؟ قالت كأنه هو، وأوتينا العلم من قبلها وكنا مسلمين، وصدها ما كانت تعبد من دون الله إنها كانت من قوم كافرين. قيل لها ادخل الصرح، تفضلي على العرش. فلما رأته حسبته إيش؟ لجة، حسبته ماء متلاطما، ما انتبهت لأعمدة زجاج وزجاج، إيش الملك هذا اللي عندك؟ حسبته لجة وكشفت عن ساقيها. قيل، ذكر بعض المفسرين من الإسرائيليات، عموما نحن لا نصدقها ولا نكذبها الإسرائيليات، لكن نريدها استئناسا بها. قيل إن الجن لما علموا أن سليمان سوف يدعو بلقيس إلى الإسلام خافوا أنها تدخل في الإسلام ويتزوجها، فيعظم ملك سليمان، يصير ملك في الشام وملك في اليمن، فيزداد قوته عليهم. فقالوا له يا نبي الله، لما أقبلت بلقيس جاية قالوا لا تتزوجها حتى لو أسلمت. قال لماذا؟ قالوا إن أمها جنية، ودليل ذلك أن ساقيها ساقا عنز. ها، هذا دليل أن أمها جنية. فقيل إن سليمان صنع ذلك لتكشف ساقيها ليتأكد. وكشفت عن ساقيها قال إنه صرح ممرد، يعني مصفى ومصلح من قوارير. لما رأت هذا الملك أيقنت أنه ليس ملك بشر، هذا من الله تعالى، هذا صنع جن ما هو صنع آدميين. قالت ربي إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. هذا ما ذكره الله تعالى في قصة سليمان العظيمة. وقد كان ينبغي لنا الوقوف على أشياء عظيمة، منها أولا الهم للدعوة إلى الله وإنكار المنكر الذي كان موجودا في قلب الهدهد، كان الأصل أن نقف عنده وقفة طويلة. كذلك طبيعة كتابة الرسالة من سليمان في مناصحة المرأة، أن الرسالة اليوم أسلوبنا، أساليب الدعوة الكتابة، التأكد من الخبر قبل أن تتخذ طرقا. أحيانا بعض الناس يأتي خبر عن صديقك، عن زميلك، عن زوجتك، عن ابنك، تأكد قبل ما تتخذ قرارات معينة، سننظر صدقت أم كنت من الكاذبين. كان ينبغي الوقوف أيضا على تعبد الرجل الصالح الذي عند سليمان الذي دعا الله فاستجاب له، وكيف أن عبادته نفعته لما احتاج. كان ينبغي أيضا نتكلم عن أثر الهدية في قلوب الناس الذي فقهته بلقيس، لكن وقتنا قد ضاق عنا. فأسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما سمعنا، وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يرزقنا الفقه في كتابه وتعلم آياته. أسأل الله أن يجزيكم خير الجزاء ويحفظكم، ويجزي الإخوة الكرام في هذا المسجد المبارك وزارة الشؤون الإسلامية خير الجزاء على حرصهم على إقامة هذه اللقاءات. صلى الله على نبينا محمد.